السلام عليكم حبيباتي حبايبي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد، بيجامات جداد، نوفيل كوليكسيون، مهم بزاف ديال الحويجات، وكذلك مع التخفيضات والهوتة كيف ديما كيف ولفاتكم فاتي شوب. بسم الله على بركة الله، غادي نبداو بهذا الموديل. هذا بالنسبة لهذا راه فيه سطايف حتى لتحت هكذا، اليدين هذا عنده هادو بلي مونش، عنده اليدين. بالنسبه للرجلين ديالو كيكونوا بحال هكذا. هادو فيه دو كولور، كاين هاد لا كولور هذا وكاين هاد لا كولور هادي. هادو الثمن ديالهم 70 درهم. عندنا هاد الموديل هذا، هذا اللي كيكون قطن، هذا قطن كيكون هكا، اليدين دي ميمونش صدايف حتى لتحت، وعنده السروال ديالو في نفس الثوب، السروال ديالو في نفس الثوب. بالنسبه لي كولور اللي كاينين في هذا، كاين هاد لا كولور هادي، وكاين هذا اللي فيه الكرونه، كاين البلو مارين، وكاين الكري، وكاين الموف. هادو هما لي كولور اللي فيه. بالنسبه لو بري ديال هادي 80 درهم. عندنا هاد الموديل هذا ديال الساتان، هذا ديال الساتان، ها هو الموديل ديالو كيفاش داير. تا هو فيه سطايف حتى لتحت، الكول اليدين دي ميمونش بحال هكذا، والسروال ديالو، السروال ديالو كتكون فيه هاد الوريضه هنايا بحال هكذا، وعندو السمطه لتحت. نوريكم رجلين كيفاش دايرين. هادو رجلين ديالو لتحت كيجي بحال هكا فهاد اللبيسه. الموديل تاعو واعر فن. بالنسبه لهذا فيه دو كولور، كاين الكرونه وكاين النوار ديالو. لو بري ديالهم هادو 90 درهم، وفيهم لي طاي، فيهم لي طاي من الام حتى الاكس ال. عندنا هاد الموديل هذا، هاد الموديل هذا تري شيك، واعر البنات. هاد الموديل هذا ها هو كيفاش كيجي في اللبسه هنايا، نوريه لكم هنايا في اللبسه كيفاش كيجي. ها هو هكا كيجي في اللبسه. بالنسبه لليدين ديالو هما هادو دي ميمونش، فيهم دونتيل الفوق في العنق هكا داير صدايف حتى لتحت، وعنده الشورت ديالو. بالنسبه لي كولور اللي كاينين، كاين هاد لا كولور هذا، وكاين الابيض ديالو، كاين الكريفونسي، وكاين الغوز، وكاين الكرونه. بالنسبه لو بري ديال هذا حتى هو داير 90 درهم. وعندنا هاد الموديل هذا، بالنسبه لهاد الموديل هذا حتى هو زوين، ها نتوما شوفوا سطيف حتى لتحت، اليدين ديالو دايرين هكذا، وهذا السروال ديالو. بالنسبه لي كولور اللي كاينين، كاين هاد لا كولور هذا، كاين هاد البلو مارين، كاين نوار، وكاين هاد الكاشيري هذا. بالنسبه لو بري ديالهم حتى هادو 90 درهم. عندنا هاد الموديل هذا اللي فيه هاد الدبدوب هكا، هذا بالسريول ديالو. بالنسبه للسروال ديالو كيكون فهاد الشكل هكا، فيه لي كارو هكذا. لي كولور اللي كاينين، كاين هاد لا كولور، كاين غوز كلير، وكاين هاد الموطارد، فيه 3 كولور هما اللي كاينين. هذا الثمن ديالهم 90 درهم. عندنا هاد الموديل هذا، هاد الموديل 3 بياس، هذا فيه 3 بياس. التريكو ديالو كيكون بحال هكا بالصدايف حتى لتحت، فيه الجيب هنايا، اليدين هما هادو، اليدين كيكونوا هكذا. السروال ديالو كيكون في نفس الثوب، ولتحت عنده هاد ديباردور هكا اللي كيكون هنايا هكا بالدونتيل، هذا الديباردور ديالو. لو بري ديالهم هادو دايرين 130 درهم. فيهم هاد لا كولور هادي، فيهم هاد لا كولور، فيهم هادي، فيهم هادي، وفيهم هادي. بالنسبه لي طايره فيهم، فيهم من الام حتى للدوبل اكس ال. هادو الثمن ديالهم 130 درهم. نشوفوا هاد اللبسات هادو. بالنسبه لهاد اللبسات راه كيخرجوا بيهم، وكاين اللي كتلبسهم حتى في الدار. هاد الموديل هكا راه فيه الحزامه ديالو، فيه الحزامه ديالو هي هادي، كيجي زوين في اللبسه. هذا اليدين عنده 3 كار، هادو فيهم هاد الشكل هذا، وكاين هاد الشكل هذا، وكاين هاد الشكل هذا تاع لوي فيتو هكذا. هادو الثمن ديالهم دايرين 90 درهم. نمشيو لهاد اللباسات هادو ديال الصيف. بالنسبه لهاد اللباسات هادو ديال ميكي هكا، التوب ديالو هو هذا. هادو فيهم دو كولور، كاين هاد لا كولور هادي،
وكاينه هاد لاكولو هادي، هادو دايرين 50 درهم. وعندنا هاد الموديل هذا، بالنسبه لهاد الموديل هذا فيه بزاف ديال الطبعات، فيه بزاف ديال الطبعات. كاينه الطبعه هادي، كاين هذا، كاين هكا، كاين فيهم بزاف ديال الطبعات. المهم هادوك دايرين 45 درهم. عندنا هاد الموديل هذا، هاد الموديل هذا بحال هكذا، ترشيفات لتحت وترشيفات حتى في اليدين، اليدين دي ميمونش. فيه 3 كولور، كاين هاد الغوز كلير، كاين الغوز فونسي، وكاين البيض ديالو. بالنسبه لهادو دايرين 30 درهم. عندنا هادو غنيين على التعريف، هادو دايرين 30 درهم. كاين هاد لاكولور، كاين هادا، كاين نوار، تركوا، غوز، البيض، الفيغ. المهم فيهم بزاف الالوان، هادوك دايرين 30 درهم. عندنا هاد لي كيمينو، هادو لي كيمينو راه فيهم، راهم ليكيداسيو، لقاونا فيهم 4 كولور، 4 ديال اللوينات هما اللي باقيين. هادو راهم دايرين 115 درهم. عندنا هاد البيس هذا ديال الدار، حتى هو هذا راه فيه 4 ديال لي كولور، هذا داير 50 درهم. لا تاي ستوندار. عندنا هاد لي روب هادو، بقاونا فيهم 2 ديال الحبات، راهم ليكيداسيو، هادو حتى هما راهم بروموسيون ليكيداسيو، بقى فيهم البلو روا ولو روج. وكذلك هاد الموديل هذا، حتى هذا بقى لنا فيه 3 ديال البياسات، حتى هو راه ليكيداسيو. مرحبا بكم في المحل، نوريكم واحد الموديل واحد اخر، حتى هو زوين ورخيص في الثمن، اللي هو هذا البنات، نوريكم شي واحد. ها هو البنات، هكا داير، كيجي بحال هكذا صومونج، وعندو الشورت ديالو بهذا التشكيل. هذا التوب ديالو واعر زوين بزاف. هذا لو بري ديالو داير 60 درهم. كاين هذا التشكيل هذا، وعندنا هذا الشكل هذا اللي فيه السروال كيكون دي باردور، هذا الشكل هذا، هذا داير 60 درهم، السروال ديالو دي باردور. بالنسبه لي كولور اللي في هذا، كاين هذاك لا كولور هذا، كاين هذا، وكاين هذا، هادو 60 درهم. واللي وريتكم في الاول فيه هاد لا كولور هادي، فيه هاد لا كولور، وفيه هاد الغوز هذا، هادو كاع دايرين 60 درهم. كاع هادو اللي في هاد الشاريو هادو دايرين 60 درهم. وجبنا لكم سليبات. بالنسبه للسليبات راهم كاينين بزاف ديال لي موديل، كاين القطن، كاين كاينين لي بدونتي. المهم فيهم بزاف ديال الموديلات، ابتداء من 10 دراهم حتى ل 15 درهم. جبنا لكم لي ديباردور. بالنسبه لي ديباردور راهم كاينين كاع هاد لي كولور هادو، هادو راهم دايرين 25 درهم. المهم كاينين بزاف ديال الحويجات، اجيو المحل مرحبا بكم. جبنا لكم حتى البزاطام، جبنا لكم لي تروس، جبنا لكم لي تروس بحال هكا ديال المكياج، نوري لكم كده بحال هكذا. كاين هاد الشكل هذا، كاين هاد الشكل هذا، كاينين مهم بزاف ديال التشكيلات. هادو ديال المكياج، جبنا لكم بزاطم، بزاطم بحال هكا. المهم كاينين الصغار، كاين الكبار، كاينين الشكالات، كاين اشكال وانواع، وحتى لي كولور كاينين موجودين، كاين نوار، الغوج، الغوز، البيج، مارو، كلشي الالوان كاينين، الفيغ، كلشي كاين. وبالنسبه للبنات اللي كيسولونا على واش عندنا المكياج وهذا، راه عندنا المكياج، كنديروا لي غوج عليف، كنديروا لي فون دو تان، ماسكارا، لي كريون، لي فيرني. المهم هادو كاع كيكونوا عندنا، وعندنا حتى لي بارفان، حتى هما عندنا ديسپونبل في المحل. بالنسبه للعطور الشرقيه راه حنا دايرينهم بروموسيون، ابتداء ب 100 درهم. عندنا العطور الشرقيه الفرنسيه ابتداء من 20 درهم، وكاين التبريمات الصحراويه، كاين مهم كلشي عندنا تبارك الله ما شاء الله. مرحبا بكم في المحل، لأول مره تشوف القناه نتاعنا، لأول مره يطلع لها لا فيديو نتاعنا، دير تفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم ديما الجديد نتاعنا. ما تنساوش تشجعونا بلايك، وتخليونا بزاف ديال التعاليق الزوينين وبزاف ديال الدعوات الزوينين باش تشجعونا اكثر على التخفيضات وعلى الهوته. ونتمنوا ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا، ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش حتى هما يستافدوا معنا، ونتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله.